ان حاله التربص دي انا واخده عليها من اشخاص معينه بدون ذكر اسمائهم. هم يعني هم عارفيني وانا عارفاهم يعني اكيد, وانا بتكلم دلوقتي هم عارفين ان انا اقصدهم. زي ما بقول ان هم غلطوا ان هم من اول حلقه, يعني في حد كتب لي من اول حلقه, الاول حلقه ما خلصت كتبت لي كده بالظبط, ايه المكياج اللي انت حطاه ده, ده قله ادب واستهزاء, انا مش هتفرج عليكي, انا مش فاضيالك, في اكتر من عمل تاني غيرك يستحق ان انا اتفرج عليه, ما اتفرجش عليك انت. فانا ما لحقتش اعمل حاجه عشان حضرتك تتفرج عليه, يعني انا ما لحقتش. طب ليه التسرع ده؟ يعني حضرتك بلاش غادة عبد الرازق, شيلي غادة عبد الرازق من الموضوع. ليه بتبوظي زي ما استاذ اياد قال مجهود ناس؟ يا ستي انت بتحبيش غادة عبد الرازق, انت بتكرهيها. غادة عبد الرازق ليها مشكله وكل الناس تعلم, مع حاجه مع ناس معينه ما بيشغلوهاش, وانت يا ستي عايزه تجامليهم. ما تجيبيش سيره غادة عبد الرازق, ليه تضيعي مجهود فنانين سافروا واتبهدلوا وطلع عينهم هناك؟ ليه تضيعي مجهود واحد زي بتاع الديكور اللي اتغرب او اترمى 4 شهور هناك عشان اكل عيشه؟ ليه تضيعي مستقبل كاتب محترم لسه بيطلع, مخرج بيشيل اول مره مسلسل بره بلده وكبير وفي, ليه بتضيعي مجهود الناس دول؟ ليه؟ خلاص. طب غادة عبد الرازق الحمد لله ربنا كرمها وصلت لمكانه كويسه والحمد لله عديت, في ناس لسه في اول بداياتهم, ليه بتبوظي ده عشان موضوع شخصي؟ هل معقوله وصلنا ان الفن والتاريخ والحاجات دي بقت بندخل فيها الشخصيات؟ يعني تبقى حاله شخصنه, انت بتحبنيش, انت اتخلقتي معايا, انا قلت جمله ما عجبتكيش فهدمك واهدم كل اللي وراك. فهي صراحه انا شايفاها من الشكل ده. وزي ما قلت قبل كده الناقد مفروض واجبه ناحيتي انا كفنانه انه يفتح عيني على غلطاتي على اخطائي, ما يشتمنيش, بس يقول لي انت ده غلط, خلي بالك من كذا, اعمالك بتتكرر كذا 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 كذا. ده اللي انا افهمه ان هو يدور على مصلحتي, يقف جنبي عشان انا بقى احسن, لكن يقلل مني, يشتمني, يهزقني, عايز يوقعني قدام الناس لاغراض اخرى. ليه؟ انا بقول ده اكيد مش نقد, اكيد بتبقى مساله بره النقد, لانه حرام النقاد الحقيقيين بجد ليهم اسماء المحترمين, حرام يتظلموا في وسط ده. انا جاوبت بس